يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا أبدأ القول بسم الله مولانا الغفور والصلاة على النبي من جالنا بالدين نور والف مرحب وحي الله كل الحضور في فرح غالي قدنا لكل الأماني تمم الله فرح والهنا والسرور يا لا 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 أبدأ القول بسم الله مولانا الغفور والصلاة على النبي من جالنا بالدين نور والف مرحب وحي الله كل الحضور في فرح غالي قدنا لكل الأماني تمم الله فرح والهنا والسرور يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا لا تمم الله فرح والهنا والسرور عبد الرحمن راعي الجود راعي الكرم العريس اللي مدح حار فيها القلم دايم موقعه ما بيننا في القمم في زفافه لهدينا جزال التهاني تمم الله فرح والهنا والسرور يا لا 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 ابن عبد الله ابن حفظي سليل الكرام شهمره بين خلق الله عالي المقام في اخوانا العريس اليوم طاب الكلام واشهد انهم رجال العز في كل آن تمم الله فرحهم والهنا والسرور يا لا 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 يا لا لا يا لا لا يا لا لا تمم الله فرح والهنا والسرور في حسن الوقفات نعمة العقيد في حسن راعي الوقفات نعمة العقيد طابت أبياتي شعري يوم قلت القصيد وهذا هاني وهو له دايم أعلى رصيد في الرجولة ولا أحد فالبشر مثل هاني يا لا 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 يا لا لا يا لا لا يا لا لا تمم الله فرح والهنا والسرور هم اخواله نعم الخوال في الكرم والشهامه دوم مضراب مثال في زفافه باسمه يكتبون الجزال باسم عبد الرحمن زانت جميع المعاني تمم الله فرح والهنا والسرور يا لا 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 يا لا لا يا لا لا يا لا لا تمم الله فرح والهنا والسرور وان كتبنا مدح أولاد أخته حروف صار بحر الشعر للقلب دامي القطوف هذا خالد وهو حول المكارم يطوف وفهد يشهد وطيبه على قصي وداني تمم الله فرح والهنا والسرور يا لا 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 يا لا لا يا لا لا يا لا لا تمم الله فرح والهنا والسرور وأولاد أحمد نسل كرايم النبي في أبوهم الشيخ أحمد وهو شيخ ناصيب في الطناخة والشجاعة ولا له أي مثيل كسب الطيب والمعروف بالماضي الزماني تمم الله فرح والهنا والسرور يا لا 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 يا لا لا يا لا لا يا لا لا تمم الله فرح والهنا والسرور في عمامة العريس والنعم خير العمام هذا عبد الرحمن وله شان عظيم ومقام هذا سرحان من يوصل لبابه ما يضام في علي صاحب الوقفات يمدح لساني تمم الله فرح والهنا والسرور يا لا 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 يا لا لا يا لا لا يا لا لا تمم الله فرح والهنا والسرور
سافه القصيد شاشه ابيات شعري كان هذا اليوم عيد راعي العز والامجاد راياه سديد والنعم فيه رمز الجود عادل القعاني تمم الله فرح والهنا والسرور يا لا 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 يا لا لا يا لا لا العروسة أحد فلوسها للاستماع فقط يمنع استخدامها.